بلد الحضارة، المحبة والخير اللي بيجري في نيلها. تاريخها بيحكي إنجازاتها، والإنجازات دايماً بتبدأ بفكرة. مفيش نجاح وليد الصدفة، ولما بنتكلم عن مستقبل شعب وطموح أمة أكيد المسألة محتاجة شغل وتعب. نبني ونطور وفي نفس الوقت نحفظ حقوق أهالينا في حياة كريمة. ولما نتكلم عن صندوق تحيا مصر فده إنجاز مفيش كلام، بدأ بفكرة من قائدنا. نص ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. اللي كان هدفه وقتها يجمع كل المجتمع على حب الخير والتكافل والتراحم بين أبناء الوطن الواحد. الفكرة بتاعت الصندوق هي كانت محاولة لإيجاد قناة موازية، قناة مالية موازية تمشي مع الدولة، تساهم مع الدولة في إيجاد أمل للمصريين. ونجحت الفكرة، وبمرور الوقت أصبح عندنا قناة موازية تعاون أجهزة الدولة، وكمان بتبادر بحلول ومشروعات هدفها الرئيسي توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية. الحمد لله ربنا عوضنا خير، كانت حتة أوضة واحدة ربنا رزقنا بمطرحين وصالة وخلال السنين اللي فاتت قدرنا ننفذ مبادرات كتير ومشروعات أكتر خدمنا من خلالها آلاف المصريين، واللي كان منها مبادرة نور حياة اللي رجعنا بيها الأمل لعيون كتير فقدت نعمة البصر. وبنجري لأهالينا 200,000 عملية مية بيضة، وبنوفر 1,000,000 نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. معظمنا مش نقدر نعمل حاجة زي كده على حسابنا، ده كرم من عند ربنا الإنقاذ اللي احنا فيه ده. ده غير مبادرة بالهنا والشفاء اللي وصلت المواد الغذائية لأكتر من 6,000,000 مستحق. ولما نتكلم عن مبادرة السيد الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجاً هتلاقي الصندوق مشارك وبقوة في المبادرة برفع كفاءة 10,000 منزل في 330 قرية. الأول كنا قاعدين في التراب، يعني ما كناش حاسين إن إحنا عايشين. محروه، وبعد كده عطلوا نقاشة، تمام، سيراميك، كهرباء، مية، جميع كل حاجة. دغري المدارس والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب في قرى ونجوع مصر. ولأن وقت الأزمات بيبان معدن المصري الأصيل، اتشاركنا كلنا في مواجهة أزمة كورونا. وهنفضل نتشارك لحد ما نعدي الأزمة بإذن الله. وغيره وغيره من المبادرات والمشروعات اللي فعلا أثرت في حياة آلاف المواطنين. والنهارده وتحت رعاية السيد الرئيس بناخد خطوة جديدة على طريق خدمة أهالينا، وبنطلق أكبر قافلة حماية اجتماعية في تاريخ الإنسانية استعدادا لفصل الشتاء، واللي هيستفيد منها 1,000,000 مستحق على مستوى الجمهورية بالمواد الغذائية والملابس الجديدة وكمان البطاطين. ده غير إطلاق مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ومنها مبادرة بر أمان اللي بيها حنوصل ل42,000 مستفيد من صغار الصيادين، حنوفر لهم الشبك والملابس اللي تحميهم من برد الشتاء. ومبادرة تتلف في حرير اللي بتحمي أيادي كتير حفظت تراثنا وفن صناعة السجاد اليدوي. وفي الرعاية الصحية حنطلق مبادرة كلنا جنبك اللي حنوفر من خلالها 1,500 جهاز و1,000 كرسي لمريض الغسيل الكلوي، ومبادرة يوم جديد اللي بنطمن بيها كل أب وأم على ابنهم بحضانة يلجأوا ليها وقت الخطر. ولما نتكلم عن العلم فده أملنا في بكرة نسلح ولادنا بأحدث ما وصلت ليه التكنولوجيا في التعليم الجامعي. عشان كده النهاردة بنوفر 3 معامل مهارات على أعلى مستوى من التجهيزات لتدريب طلاب كلية الطب في 3 جامعات مصرية، القاهرة وعين شمس واسكندرية. أما بقى دكان الفرحة اللي دايماً مليان بالمفاجآت فالنهاردة بيجهز 2,000 بنت من بناتنا، وكمان بيوفر 300,000 قطعة ملابس جديدة
هنفرح بيهم طلاب كتير في الجامعة غير ولادنا في دور الأيتام. كل الإنجازات دي ما كانتش هتتم من غير تعاون جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات اللي مؤمنة فعلاً بفكرة صندوق تحيا مصر ورؤية الرئيس في بناء مصر المستقبل. المشوار لسه طويل، وبشركائنا في الخير هنوصل لكل أهالينا رافعين شعار تحيا مصر. صندوق تحيا مصر، من المصريين للمصريين.